كورونا يأبى الزوال، فالضيف الثقيل الذي تسلل إلينا في فبراير الماضي لا يزال عوده مشتداً يرفض الانكسار. فبعد انخفاض عداد الإصابات في الأسابيع الماضية عاد اليوم لينفث سمه من جديد. تراخ وتهاون ظهر على سلوكيات المواطن مؤخراً وصاحبه في ذلك تراخي السلطات المعنية أيضاً. مؤخراً لاحظنا باللي كان هناك نوع من الارتباك ونوع من النسيان بالنسبة للمواطنين، لربما ظنوا بأن الوباء وراءنا ما احتفظوش بالوسائل الوقائية المعروفة. ارتفاع دفع السلطات إلى تشديد لغتها، فالجزائر لن تتهاون مع أي تجاوز في تطبيق الإجراءات الصحية الذي من شأنه أن يمس بصحة المواطن. ما نص عليه وقائيا في البروتوكول الذي يحترم، إذا كان هناك مخالفة في القانون يطبق. إذا في بعض التجمعات السياسية وغيرها عندما ما يكونش الابتعاد الجسدي فالقانون يطبق بصرامة. رغم أن الارتفاع الذي تشهده الجزائر خلال الأيام الأخيرة في عدد المصابين بهذا الوباء ليس مخيفا، إلا أن الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية قبل حدوث الكارثة تبقى مطلوبة.